FM. الكلمة ليك. يعني كهو تركيا يبدو أنها بتكون ساحة بتاع تصفية حسابات أعتقد. يعني قاد مع المرحلة هذه في انتظار تهيئة مرحلة جديدة. هذا هو الانتقال من مرحلة إلى أخرى. سي تقريبا مرحلة بتاع 3 سنين 4 سنين من الصراع والعرك في سوريا في طريقه إلى التحول. بالتالي معناها هنا تركيا تدفع في ثمن الدور اللي لعبته في طيلة المرحلة هذه. فما جانب ورثته يفول دير زادة ما هيش جديد على تركيا، ورثته معناها من سنوات وعقود طويلة. خطر انفانت كونتر نحن نستغربوا ضربات من نوع هذية، كان ضربة نص ضربة منها في تونس نبركوا ونرجعوا كذا، والسياحة باقي تخدم رأي في تركيا. لأنه راو اللي ما يعرفوش الناس أنه من الثمانينات من السبعينات وشوارع تركيا تشهد مثل هذه العمليات. تبقى أن عناوينها تغيرت، عناوين السياسية بل كان في إطار صراع بين الدولة التركية والأكراد اللي كان فريمون هو السبب كل التوترات وكل الانفلاتات هذه نحو العنف الدموي بتاع عمليات شبيهة بالشيء اللي نسمعه فيه. تو انضف لها يعني الفاتورة بتاع المشاركة بتاع الدور التركي في الأزمة السورية بانضمام داعش للفريق اللي هدد في تركيا اليوم وانقلابه على الوحدة. معناها ينضف لها تو دوبل، معناها ينضف لها ورقة جديدة في العنف الدموي من الأكراد. الآن انتقلت الأمور مع داعش ويتنافسوا تو. الكلمة ليك.